السلام عليكم أشرف غريب، تفضلي معي. شلونك أستاذ؟ أنا ياسر من العراق، شيعي ولا سني ياسر؟ شيعي شيعي أستاذ. عندك رد على سؤالنا يومي ياسر؟ إي نعم، أنا عندي رد على شبهة إمام علي كبعوضة. حضرتك رد على سؤالنا أولا، ثم بعد ذلك قول لي عندي رد على واحد واثنين وثلاثة. الآن، ما حكم من سب الإمام علي من السنة أو الشيعة مع ذكر نوع المسبة؟ تفضل، ما حكم من سبه وأساء إليه؟ كافر طبعا. ممتاز. عندما قال النبي أن علي بن أبي طالب يقاد كالبعير مذموما ذليلا، مسبة أم مدح؟ مدح. عندما شبه الإمام بالبهيمة، مسبة أم مدح؟ مدح مدح. عندما شبه الإمام بالحمار، مسب أم مدح؟ أجاوبك سريعا، بس وبعد كده هخلي حضرتك تتكلم. عندما شبه الإمام بالحمار، مسب أم مدح؟ يا أخي مدح، بس أنت ما تفهم اسمعني بس يعني حضرتك شلون يا يعني أستاذ ياسر، خليك معايا أستاذ ياسر. طيب يا طيب أستاذ مدح. ياسر، يا أستاذ ياسر اسمح لي أقول لك، يا حمار يا بهيمة يا ذليل، رد عليا اتفضل. ما أنت لما تقول لي ها شنو نيتك؟ نيتك شنو؟ تفضل يا حمار نيتك رد، تجاوز. يا بهيمة رد، يا ذليل رد. لما انت تقول لي هيك بنيتك تجاوز، انت ما أنا تفهم ان هي بمدحك، اللي مين مخطوبه قال لك إن أنا الروايه. بتجوز؟ أنا بمدحك يا حمار، يا بهيمة بمدحك، شنو؟ يا جبان بمدحك، شنو؟ يا من كنت أذل من الحذاء بمدحك. اتفضل حبيبي انت ما تفهم الروايات، يا حبيبي. ما أنا تفهم الروايات ماشي، أنا بقول لك يا بهيم رد. بارك الله بك، خليني اجاوبك. اتفضل يا حمار، اعطيني مجال. اتفضل يا جبان. انا جبان، رحم الله والديك، هاي اسلوبكم هذا، ايش تسوي لكم انتوا ابناء عائشه؟ هو ده مسبة كده؟ أنا بمدحك، أنت ليه اعتبرتها مسبة؟ قلت لي جبان، وقلت لي ما هو لقب، يا كلمه شنو؟ عندك وصف الإمام بالجبان وأنا اللي قلت. لا انا ما اقدر اقوله. والله علمائك يا عم. تمام؟ اسمع اسمع اسمع، اتفضل يا جبان. في كتاب نهج البلاغه اتفضل يا حمار. الجزء الثالث. ماشي يا بهيمة. خلينا نتكلم له. لا بمدحك وأنت بتتكلم. انت تخيل ايه تخاطع، خلينا نتكلم. اتفضل يا ابن حمار. عائشه، اتفضل يا حمار. ابن عائشه الزانيه. ليه يا قذر يا قليل الأدب كده؟ ليه يا حمار يا بهيمة كده؟ ده أنا بمدحك. وانا دلوقتي اسات لي يا اخواننا الاحبه، والله وبالله وتالله لم اقصد في نيتي الاساءه له، ولكن هو قال لي تشبيه الامام بالحمار مدح، تشبيهه بالبهيمه مدح، تشبيهه بانه كان اذل من الحذاء مدح، تشبيهه بانه كان خائفا جبانا مدح، فانا ابتديت امدحه بتلك الاوصاف. ليه زعل؟ ليه زعل؟ يعني والله ليه زعل بجد؟ ممكن حد يقول لي ليه طعن في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها ويصف زوجه النبي بهذا الفعل البشع لعنه الله عليك في الدنيا وفي الاخره؟ ده بقى ذم مني وليس مدح.